نصد التطورات الميدانية خلال الساعة الأخيرة في قطاع غزة مع مراسلنا أحمد البطة الموجود أمام المستشفى الكويتي التخصصي في رفح. أهلا بك أحمد، هل من جديد بخصوص القصف الذي استهدف نازحين شرق رفح وأدى إلى استشهاد 8 حتى الآن بينهم أطفال ونساء؟ نعم، هذه الغارة شطبت عائلة كاملة من السجل المدني، أب وأطفال الخمسة ووالدته وزوجة أخيه، وهم جميعا من عائلة واحدة، من عائلة عياد، نازحين من مدينة غزة. استهدفوا في المنطقة الشرقية لمدينة رفح في أرض زراعية كانوا يقطنون بداخل إحدى الغرف المبنية في هذه الأرض. استهدفوا بشكل مباشر، وصلوا أشلاء مقطعة سواء الأطفال أو حتى الأب في غارة هي واحدة من سلسلة غارات تستهدف المدنيين، تستهدف المساكن والأحياء المدنية. أينما وجد النازحون توجد غارات تسقط على رؤوسهم وتمحي عائلات بأكملها من السجل المدني كما فعل الاحتلال منذ بداية هذا العدوان. هذه الغارة أيضا كانت قد ترافقت مع غارة أخرى على مدينة غزة، وغارات استهدفت المناطق بشكل كامل، مناطق قطاع غزة والمحافظات المختلفة. منها أيضا كانت غارة على مدينة غزة في أحد مراكز الإيواء، مدرسة للنازحين، استشهد 3 مواطنين وعدد من الجرحى. فيما أيضا كان أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية هو انسحاب قوات الاحتلال من مخيم أو شمال مخيم نصرات وإنهاء عمليته العسكرية التي دامت لأكثر من أسبوع بقليل. والصورة ما بعد خروج هذه القوات هي لدمار واسع وشامل في مخيم كان معروف باكتظاظه السكني والبيوت والبنايات التجارية والعمارات، كل ذلك دمر على رؤوس من فيها. ويتحدث المكتب الإعلامي الحكومي عن استشهاد أكثر من 520 شهيدا خلال هذه العملية التي لم تزد عن أسبوعين في مجزرة وعمليات قتل ممنهجة للنازحين وأيضا للفلسطينيين الذين صبروا وحاولوا أن يصمدوا في منازلهم أمام الاستهدافات التي كانت مباشرة لهذه المنازل، وأمام أيضا رفضهم لأي عمليات تهجير قصرية بعد رحلة من النزوح المميت عاشوها خلال الأشهر الماضية. وهذا الدمار وأيضا الأنقاض الواسعة تحتها عشرات الشهداء لم تنتشل جثمينهم بعد، ستستأنف أطقم الدفاع المدني خلال الساعات القادمة كما بدأت خلال الساعات الأولى لانسحاب الاحتلال من تلك المنطقة، عمليات رفع الجثمين من تحت الأنقاض. طبعا هذه العمليات بصعوبة بالغة، لا توجد معدات ثقيلة، هي معدات بدائية في ظل تهالك ما يوجد مع هذه الطواقم واستهداف قوات الاحتلال لما تبقى من معدات ومنع إدخال معدات جديدة، كما هو الحال في مدينة خان يونس التي ما زال عشرات بل مئات الشهداء تحت أنقاض كثير من منازلها. تعمل أطقم الدفاع المدني على استمرار رفع وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض. بطبيعة الحال مجمل المفقودين تحت الأنقاض هم يعني هياكل عظمية، خاصة في مدينة خان يونس نحن نتحدث عن أشهر طويلة بقيت هذه الجثامين تحت الأنقاض ولم تستطع الطواقم الوصول لتلك المناطق. مجازر وفظائع يرتكبها الاحتلال يوما بعد يوم، وأمام ذلك نتحدث عن تفاقم الأوضاع الإنسانية وإصابة أكثر من 13,000 نازح بالتهاب الكبد الوبائي جراء التكدس السكاني والاكتظاظ وتدني مستوى النظافة. لا توجد خدمة طبية ورعاية طبية بحدها المتوسط على الأقل، أو تقديم أدوية بأصناف مختلفة تخفف من حدة هذه الأمراض. وهذا المرض الخطير والذي ينتشر ما بين النازحين ليس الوحيد، وإنما أوبئة كثيرة وعدوى تنتشر ما بين الأطفال وما بين النازحين في كل مناطق قطاع غزة. شكرا جزيلا لك أحمد البطة من رفح.